معلش نعيد تاني مرة، أنا آسف. تو معايا ولا مع الأسف؟ لا مع حضرتك. طيب طب كويس أوي. بصوا يا شباب، احنا اتكلمنا امبارح، احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات في الإكسل عن هوم، واللي احنا بنشرح فيها كل حاجة، وشرحنا كونديشنال فورماتنج، وشرحنا شوية معادلات كده بسيطة. تمام، النهاردة أنا جايب لكم معادلتين ما بتخلاش من أي شغل في الإكسل. تمام، ما بتخلاش من أي شغل في الإكسل. أول واحدة اللي هنبتدي بيها دلوقتي اسمها ندور على إبرة في كوم قش. دي اللي أنا بقوله على المعادلة دي، اسمها إبرة في كوم قش، وأقول لكم إزاي إبرة في كوم قش. بص يا شباب، نعمل بس كده شير. راح عاملين شير ده، سامعيني كده؟ شايفين كده يا شباب؟ ايوه كده شايفين كويس. احنا عندنا شوية بيانات، اللي هو اسم الموظف، رقم الموظف، اسم الموظف، والمسمى الوظيفي، وراتب الموظف، ورقم الموبايل. فدلوقتي انا جبت شوية داتا كده عشوائية من الداتا اللي موجودة دي، وعايز اجيب اللي هو المسمى الوظيفي بتاعها، وراتب الموظف، ورقم الموبايل. دولت اربع اشخاص. تمام، في معادله لو انت عايزه تعرفي المسمى الوظيفي وراتب الموظف وكل حاجه، هتبتدي تاخدي كده تدوري عليه سعيد، تروح المسمى الوظيفي تحطيها هنا، اللي هو مثلا كده كنترول سي، وهنا كنترول في. راتب الموظف اهو، وتحطيها هنا. رقم الموبايل هنا، وتحطيها هنا. صح كده، ده اللي احنا بنعمله. طب لو الداتا دي فيها مثلا 100 مثلا، وانت عايزه تجيبي اللي هو المسمى الوظيفي وراتب الموظف ورقم الموبايل، نيجي هنا لدالة اسمها في لوك اب. اسمها في لوك اب. في لوك اب دي المعادله اللي انا بحبها جدا في الاكسل، اسمها اللي انت بتدور عليها على ابره في كوم قش. دي بتعملها زي، شايفين كده يا جماعه؟ انتوا يعني انتوا معايا ولا احنا مع حضرتك. مع حضرتك. معلش انا بلاقي الدنيا سكتت كده فجاه. لا ماشي. بصوا بقى، هنيجي مثلا نقف في الخليه اللي احنا عايزين نجيب بيها، نجيب فيها المسمى الوظيفي بتاعها. يعني مثلا احنا عايزين نجيب المسمى الوظيفي لسعيد، هنروح واقفين في الخليه وندوس يساوي، ونروح دايسين في لوك اب، نروح دايسين عليها مرتين. تمام، نقرا بقى الاحداثيات بتاعه المعادله. اول حاجه خالص بصوا واقفين عليها اسمها لوك اب فاليو. بيقول لي انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور باسم بالخليه دي، حتى لونها اسود اهي. تمام، بعد كده، او بعد كده فيها بعديها كوما، دوس كوما اهي. يقول لي انت عايز تدور بيها فين؟ هقول له انا عايز ادور بيها من اول هنا لتاني هنا، يعني هنا في هنا، هنا في هنا. تمام، من بي لسي، واحد اتنين. بعد كده اروح دايس كوما، قال لي ايه النتيجة او ايه العمود اللي انت عايز منه نتيجة؟ اقول له العمود رقم اتنين. ما هو ده واحد وده اتنين، واحد اتنين. معايا؟ ايوه مع حضرتك. وبعد كده تدوس كوما، يقول لي انت عايز النتيجة ابروكسيميت ولا فولس. ابروكسيميت يعني تقريبية، فولس دي يعني بالظبط. اروح اقول له انا عايز فولس، اروح دايس عليها مرتين كده، واروح قافل القوس، واروح دايس انتر. قال لي ان المسمى الوظيفي بتاعه اسمه محاسب. طب لو انا نزلت كده شويه لتحت، جمال احمد ده مبرمج، سفيان ده اداري، محمود ده اذن. طب تعال نشوف الحاجات دي صح ولا غلط. سعيد ده محاسب، جمال مبرمج اهو، جمال مبرمج اهو، سفيان اداري. سفيان ده فين؟ سفيان اهو اداري. محمود اذن اهو. طب لو انا خليت سعيد ده مثلا مهندس مثلا، هيتحول هنا لمهندس، لو رجعت هيبقى هنا محاسب. حد ممكن يساعدني في المعادله اللي جايه في راتب الموظف؟ الو، السلام عليكم. تمام ماشي، انا ممكن اساعد حضرتك. ماشي، قولي لي يا ستي. هنعمل يساوي في لوك اب، بيساوي في لوك اب اهو. ماشي، هندور بإيه؟ اختار بالاسم الموظف صح؟ اسم الموظف، لوك اب اهو. على كده؟
وبعد كده حدد التيبل وال ندوس كوما، ندوس كوما الايه الاول، ندوس كوما، بعد كده كوما كوما التيبل الاول اري دي، التيبل اري دي اللي هي الجدول، هنحدد جدول عليه ايه اسم الموظف لحد فين، بقى كده الراتب صح؟ لحد الراتب. يبقى انا هعلم الاول، لازم اللي انت بتدوري بيه لازم يبقى في اول التيبل. يعني انت بتدوري باسم سعيد، يبقى لازم سعيد ده اول اول الكولوم اللي انت بتدوري بيه، سعيد لحد الراتب. ادي واحد كده من اسم الموظف لحد لحد الراتب اهو، ثلاثة يعني تمام اهو. بعد كده ادوس كوما، بعد كده لغاية الناتج، ما الناتج ايه بقى، الناتج فين، بعد كده اللي هو بقى في النتيج بيقول لي انت عايز ناتج العمود، العمود ده يبقى انهي واحد، ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى راتب ما كده الموظف ده رقم ارجع فتح تلاتة، واحد اتنين تلاتة تاني ايوه صح يبقى رقم تلاتة. بعد كده دوس كوما تاني، قال لي انت عايز النتيجة ابروكسيمت ولا اكزاكت، لا يبقى اكزاكت، ودوس الثانية اكسل ودوس اوكي. ايوه اكزاكت، اكزاكت يعني دقيق او على طول يعني اهو بالظبط. قال لك ان سعيد ده مرتبه 3000 ريال، جمال 3200 او 3200، سفيان 2600، محمود 2854، تمام. حد تاني تمام يساعدني يا جماعة في رقم الموبايل؟ تمام ممكن استنى حضرتك اتفضلي. انا عايزين يساوي في لوك اب، في لوك اب ماشي قولي ايه هنحدد اسم الموظف اسم الموظف اهو، بعد كده بعد كده كوما بعد كده نجيب من بي لحد اي يبقى نعلم الاول على بي لحد اي، تمام. وبعد كده دوس كوما، الناتج بقى انت عايز الناتج ده انهي، عمود، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، أربعة يبقى اربعة. نعم بعد كده ندوس كوما، يبقى نختار فولز تاني واحدة، نقف عليها كده وندوس عليها مرتين ندوس عليها مرتين بالماوس، بعد ياسين اوكي انتر، رقم الموبايل اهو، ونسحب لتحت خالص ارقام الموبايل. طيب ايه رأيكم يا شباب؟ لا جميلة المعادلة لطيفة حلوة الدنيا جدا وسهلة دي جدا. تخيلوا بقى، انا كان في واحد صاحبي كان معاه داتا مبيعات، داتا مبيعات بتاعت كارفور والشركات دي، تمام. فكان في من ضمن الحاجات بتاعت المبيعات دي كان فيها يجي 1000 منتج او 2000 منتج. تخيلوا بقى المنظر قد ايه، انك تعرفي تجيبي الحاجات دي. ثواني بقى، احنا ممكن ايه نعمل لقطة حلوة جدا جدا جدا، اللي هو نجيب كده شوية مبيعات كده. حلوة دي، انا جبت شوية اهي حاجات كده حلوة اهي، اهي احنا ناخد كده شوية بيع كده حلوة كده حلوين، ده انا هاجي هبسطكوا اوي. بصوا يا شباب، شايفين اللي انا بعمله ده صح؟ الو، ايوه شايفين استنوا بقى، ده انا هظبط لكم. انا شفت كان عندي شيت كده قديم فلقيته اهو دلوقتي. ثانية عشان الشيت قفش، لان الداتا اللي فيه كتيرة جدا اهو. بصوا يا شباب، دي شوية داتا اهي، هو معرفش الشيت تقيل جدا. بصوا يا شباب، دي شوية داتا، نقفل كل ده نمسحه خالص اهو، كل ده نمسحه. بصوا دي شوية داتا بتاعت شركات تنظيف، اللي هي بيبيعوا صابون، وبيبيعوا صابون، و صابون بقى اللي هو 10 كيلو صابون، حاجة اسمها الرهدن ده. عموما دي شركة في السعودية كانت بتبيع حاليا يعني شامبو وحاجات منظفات، يعني ده مصنع وفي نفس الوقت دي شركة بتبيع للناس. يعني مثلا صابون مثلا الرهدن 8 كيلو مثلا ب 45 ريال، كرتونة صابون كريم مرطب معرفش بكام، وهكذا وهكذا وهكذا، ومطهر أرضيات بكذا، تمام؟ انتوا شايفين كده كويس صح؟
الو ايوه شيء كويس. ايوه مش بس خليكم بس معايا كل شويه يعني. تمام طيب. فعندك دي البرايس، انا جبت بقى شويه داتا اهي. بصوا الداتا دي قد ايه، الداتا دي 133 منتج، احنا عايزين سعره. ال 133 منتج دولت موجودين هنا، تمام تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. الفكره ان انا بقى عايز اجيب سعره، حد ممكن يساعدني؟ سعره اهو. اه تمام يلا. طيب احنا هنعمل المعادله الاول، هنقول يساوي لا هنبدا من هنعمل في تيبل جديد صح؟ من اول هنا، يبقى الناتج انا عايزه هنا. اه بالظبط كده. تمام قولي يا ستي يساوي اهو. اه في لوك اب، في لوك اب اهي. تمام. وهنحدد بقى العمود اللي هندور فيه اللي هو الديسكريبشن بتاع التيبل الثاني. ايه ده؟ امشي مع المعادله. بيقول لك لوك اب. تمام. بيقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور بدي. تمام؟ واروح دايس كوما. يقول لي انت عايز تدور بيها فين؟ اقول له انا عايز ادور بيها هنا هنا. هنا هنا. تمام؟ واروح دايس كوما. يقول لي انت الناتج اللي انت عايزه. لا لا لحظة عشان انا بس دوست كده غلط اهي. يقول لي انت عايز تدور بيها فين؟ اقول له من هنا لهنا. تمام؟ معلش اديني كده معلش انا كده. الو احنا في الاول بنحدد اللي احنا هندور بيه. ايوه بصي اهو احنا هنمشي مع المعادلة اهي، دوس يساوي اهو وفي لوك اب. تمام؟ امشي مع المعادلة، المعادلة من اربع اركان اهي. تمام؟ اول حاجه اسمها لوك اب فاليو. تمام. هي اللي انت بتدوري بيها، اللي انت بتدوري بيها اللي هي انهي، اللي هي على الشمال اللي هو مطهر ده، اللي هي اللي هي الخلايا. يعني انا هاخده ايتم ايتم. استني بس للاخر. تمام. هنروح دايسين على اول واحده. تمام. وبعد كده هنروح دايسين كوما صح. هندور بيها فين؟ هندور بيها في الجدول ده، ادي هنا وهنا. تمام. وبعد كده ندوس كوما تاني. انت الناتج اللي انت عايز تدور عليه انهي؟ اقول له رقم اتنين. اللي هو رقم اتنين. ايوه. اللي هو اللي احنا محددينه واحد اتنين، فاحنا هنبقى عايزين من الناتج من رقم اتنين. بالظبط. واروح دايس كوما. تمام. اول حاجه ولا تاني حاجه؟ اقول له تاني حاجه اللي هي الفولس دي، ادوس عليها مرتين. وبعد كده ادوس انتر. شفتي؟ انت بقى بتقولي نبقى نازل نعمله، هنمشي عليها معادله معادله صح كده؟ لما نزل العمود قلت ان احنا هناخد ايتم ايتم. انت متخيله يعني ان انا هبه صح؟ انت متخيله؟ اه هبه. انت متخيله هبه ان انا همشي ايتم ايتم في 133 ايتم؟ اكيد لا. احنا هنسحب المعادله. شايفه المعادله؟ بس هنا هتلاقي في مربع هنا في عدد. لا انا عارف انا بس يا ماما يا ستي كملي وكملي. كملها هبه كملها. معلش انا اسفه انا اسفه معلش. بس لا انا اقصد ان حضرتك لما علمت على اول ايتم انا فاكره ان احنا نعلم على العمود كله مره واحده. اه متسجله. اه لا يعني لا يا ستي لا مش لازم العمود كله، هنروح واقفين كده اهو ونروح دايسين. بصي دي كده ندوس دايسين عليها مرتين. ما مش فكره. بس كده كل تمام. كل ده اصلا انا عايزه اقول لحضرتك ان انا محتاجاها جدا جدا في شغلي ومش عارفه اعملها. اه يا ستي اتعملت. شكرا جدا لحضرتك. كده اتحسنت شويه الدنيا؟ اه تمام كده وضحت شويه. لو عايزه تاني نعملها تاني، نعملها حد تاني يا جماعه مش فاهمها. اكيد انتوا اكيد في حد مش فاهمها، اكيد في حد مش فاهمها فيطلع كده بالذوق عشان ما شدوش انا. هو في حاجه بس. اتفضلي اتفضلي. هو احنا في اخر خانه في المعادله كنا بنحدد الصف اللي احنا عاوزين نجيب منه اللي احنا عاوزين. يعني احنا كنا عايزين نجيب البرايس. تمام. فاحنا كنا المفروض بنعلم على العمود من فوق علشان يعني المعادله تكمل. انت بقى كتبت اتنين فايه بقى؟ انا مش فاهمه. ماشي يا بصي يا بصي يا ستي احنا هنمسح ده كله، هنمسح المعادله دي كلها من الاول، نبتدي من الاول تاني. طب ينفع ارد انا؟
قولي يا استاذه هبه رد انت عليه. اقول لك انا فهمت ايه؟ أقول. فهمت ان احنا لما علمنا على التو تيبل دولت اللي احنا يعني التو كولم بقى اللي احنا هناخد منهم، فبالنسبه لنا الرقم الناتج ده هو رقم 2. ايوه بالظبط. بص يا ستي، بص بالظبط كده، نصيحه كده، قصدي مش نصيحه، في الفي لوك اب اللي انت بتدوري بيه لازم يبقى في بدايه الجدول. يعني ما ينفعش، بصي نرجع للعمود ده، ما ينفعش احنا نمسح الحته دي كده عشان ايه اوريها لك. يعني ما انت دلوقتي مثلا بتدوري على اسم سعيد ده في المسمى الوظيفي بتاعه، صح كده؟ ايوه. هنروح دايسين يساوي وهنروح دايسين في لوك اب، صح كده؟ ايوه صح. والاول هندور بسعيد، هندوس اول على سعيد، نقول لك انت اللوك اب فاليو دي، اللوك اب فاليو دي اللي هي القيمه، انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بسعيد. ما ينفعش ان انا اسيب سعيد من هنا كده وابتدي من المسمى الوظيفي، لا، لازم اخد سعيد في لازم اخد العمود اللي فيه سعيد ده واروح ماشي ناحيه اليمين. فاهمين قصدي؟ يعني اللي انا بدور، يعني مثلا لو انت بتدوري بالاسم يبقى لازم الاسم ده يبقى في اول الجدول وتمشي كده. لو انت بتدوري برقم تليفون يبقى تبتدي برقم التليفون، لكن ما ترجعيش، تمشي كده، تمشي كده. الفي لوك اب بيمشي من الشمال لليمين او من اليمين للشمال لو انت قلبه الاكسل من اليمين للشمال. يعني مثلا افترض ان انت عامله الاكسل كده مثلا، انا جبته من اليمين، لما انت تيجي تدوري بالفي لوك اب يبقى تجيبي سعيد وتجيبي بقى من اول سعيد دي وتمشي ناحيه الشمال، ما ترجعيش لورا. ايوه لان بالترتيب بالترتيب. انتوا كده فاهميني كده؟ على فكرة بسأل سؤال. كده وضحت. هي كده وضحت قوي. اتفضل قول. جيب لك ماي خالد. جيب لك ماي. اه. اه الو. معلش هو في باك جراوند كتيرة، فلو ينفع اللي مش بيتكلم يقفل المايك يبقى افضل. انا معاك اهو. انتوا مين اللي كان عايز يسأل سؤال؟ جو كان عايز يسأل سؤال وهبة كانت عايزة تسأل سؤال. لا انا قصدي عن نفس التسلسل اللي هو الاي والبي، صح؟ ايوه. بصوا يا شباب، الفي لوك اب، الفي لوك اب دي اسمها فيرتيكال. فيرتيكال يعني بتمشي عمودي، اللي هي لازم تمشي من اليمين، من الشمال لليمين. لو انت عامله الاكسل من الليفت تو رايت او من رايت تو ليفت يبقى من اليمين للشمال، تمام؟ يعني مثلا احنا بندور اهو مثلا من المسمى الوظيفي، وليكن احنا عايزين مثلا نجيب رقم الموظف ده، تمام؟ نفترض ان احنا عايزين رقم الموظف، هندور بايه؟ هندور برقم باسم سعيد. انتوا معايا؟ خليكم بس في حد فاتح بس منكم المايك واحد. ايوه مع حضرتك. احنا المفروض عايزين ندور مثلا نجيب رقم الموظف، فلما هنجيب رقم الموظف هنعمل ايه؟ هنجيب في لوك اب، عشان بس اوريكم الغلط بتاع الفي لوك اب. هنروح دايسين على سعيد وندوس كوما، ولما نيجي بقى نختار سعيد ونرجع بقى نجيب ايه؟ رقم الموظف، صح كده؟ لا ما ينفعش. نفترض نعملها، نفترض هنيجي نعمل كده، ونروح دايسين 2 وندوس كده، ونروح دايسين فولز ونروح قافلين، ندوس انتر. ان اي نوت ابليكابل، مش صح. لازم تمشي كده، لازم تمشي كده وتمشي كده. فاهمين قصدي ولا لا؟ واللي انت علشان اول كولمز ده هو بيعتبره نمبر 1 واللي بعديه هو 2، لازم نمبر 1 ده ما ينفعش اللي قبليه، ولازم نمبر 1 ده يا هبه يكون فيه الحاجه اللي انت بتدوري بيها. يعني انت بتدوري باسم لازم يبقى هنا دولت اسامي، لو انت بتدوري برقم اصلا بالظبط بحتاج اعمل ده باسم العميل بقى، ماشي بالظبط. يعني بالظبط، فهو بنفس الطريقه دي، فبس كان دايما بتلخبط معايا، انا دايما بتلخبط معايا. اللي بقى اقول لكم بقى على فكره بقى حلوه جدا 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 في ال 365 دي، ما اعتقدش ان هو عندكم ال 365 ده. بص يا هبه الموضوع ده هيفيدك قوي. احنا هنا عشان نجيب اسم الموظف والسمى الوظيفي وراتب الموظف ورقم الموبايل احنا عملناها في 3 معادلات، صح كده شباب؟ تمام. احنا عملناها في 3 معادلات، عملنا في لوك اب هنا بالمسمى الوظيفي، في لوك اب هنا بالراتب الموظف، وفي لوك اب هنا برقم الموبايل، صح كده؟ تمام. في بقى التحديث بتاعها اسمه اكس لوك اب. اكس يعني اللي هو مجهول. بص مكتوب ايه؟ لوك اب فاليو. انت بتدور بيه؟ اقول له انا بدور بسعيد. يقول لي بقى انت بتدور بيه فين؟ اقول له انا بدور على ده، بدور بيه هنا بس. طب يقول لي بقى الريترن اري، انت عايز النتيجه انهي؟ اقول له انا عايز النتيجه الثلاثه دولت. ركزي بقى في اللي انا هعمله. بص انتر. بصوا عملي في معادله واحده، واسحب لتحت كده في معادله واحده، ركزوا في اللي انا عملته.
ممكن تاني معلش؟ ممكن تاني بس عشان انا ما خدتش بالي. ايه رايكم يا جماعه؟ إيه؟ بس المشكله ان الاكس لوك اب دي مش عندكم. هي في 365 بس 365 تمام. بس اللي انتوا بقى ما تعرفوهوش ان الاكس لوك اب دي انا منزلها عندي على القناه وتنفع على اي نوع اكسل. هبعت لكم تمام يعني هبعت لكم لانها معادله صح؟ هي مش معادله، انتوا بتنزلوها عندكم على الاكسل وبتتقلب المعادله بتاعتها. على اي اكسل اللي عنده 2010 2013 2016 2019 2021 كله هيبقى شغال. تمام يا جماعه؟ ينفع اعملها على الاكسل الاونلاين؟ الاونلاين ازاي؟ يعني لو الشيت عندي مش اللي هو لازم اعمل له كنترول اس، يعني مش لازم احفظ له كل جوجل شيت. جوجل شيت ينفع فيها اكسل لوك؟ لا فيها اكسل لوك. تمام. بصوا يا شباب احنا عشان بس نعملها عملنا هنا في لوك اب 3 مرات، صح كده يا شباب ولا لا؟ صح كده يا جو؟ تمام. صح كده؟ صح كده هبه؟ صح كده يا ميرنا؟ صح كده كلنا؟ تمام. الاكس لوك اب دي اختراع يا جماعه، دي اختراع الاختراع دي، انا بشتغل عليها طول حياتي في الشغل من ساعه 365 او من ساعه ما هي نزلت. كل اللي هنعمله بص بقى يا جماعه، وحلاوه الفي لوك اب ان هي الاكس لوك اب قصدي بترجع لورا. يعني لو انت عايزه تجيبي رقم الموظف مش محتاجه انك تقعدي تلفي. بصي هوريك ازاي بيساوي اكس لوك اب. اللوك اب فاليو دي يعني ايه؟ او بيقول لي انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بسعيد، صح كده؟ مش ده اللي احنا ماشيين بيه؟ اللوك اب فاليو دي اي حاجه اسمها فاليو يبقى انت الحاجه اللي انت بتدوري بيها. تمام. ونروح دايسين كوما. اللوك اب اري، اللوك اب اري زي التيبل اري. اللوك اب اري بيقول لي انت بتدور بيها فين؟ اقول له انا بدور بيها هنا باسم الموظف، وراح دايس كوما. يقول لي الريترن بقى انت عايز انهي نتيجه؟ اقول له النتيجه دي اللي هو رقم الموظف، وراح دايس انتر. جاب لي رقم الموظف اهو. اختراع المعادله دي يا جماعه اختراع، بس هي مش عندكم للاسف. تمام. بصوا اهو استني انا بجيبها لكم اهي دلوقتي. تسلم يا خالد، تسلم. مع السلامه حبيبي خالد. بص اهو استنوا اكس لوك اب شاكي. بص يا شباب انا هفتح لكم بس دي كده لحظه، انا هقفل الستوب شير واعمله بقى اللي هو شير بورشن ده اللي هو يشوف الجهاز كله. بصوا اهي المعادله اهي يا جماعه، تخيلوا الفيديو ده انا منزله من 3 سنين. تمام. المعادله دي انا هحطها لكم على الجروب وهحطها لكم كمان على الشات. شايفيني انتوا معايا ولا مش معايا؟ تمام. طب دي بننزلها ازاي؟ بنعملها ازاي؟ انت تخشوا الفيديو وهتشوفوها. دي لكل انواع الاكسل، المعادله دي لكل انواع الاكسل، يعني مش محتاجه اكسل بنوع مش محتاجه. دي من اول 2010 يا جماعه، 2010 ده اللي بقاله زمن يعني. تمام كده. المعادله دي بقى حلاوتها ان انت تقدر تجيب اكتر من نتيجه في خبطه واحده. فاهمين قصدي ايه؟ يعني احنا بصوا اهو دوس اكس لوك اب، بتدوس على دي لوك اب فاليو. لازم يا جماعه تعرفوا المفردات اللي في الاكسل. اي حاجه اسمها لوك اب فاليو يبقى الحاجه اللي انت بتدور بيها. خلاص. الو خلاص تمام. تمام اهو تمام. اللوك اب فاليو ومع كده ندوس كوما. بيقول لي لوك اب اري انت بتدور بيها فين؟ اقول له انا بدور باسم فين في العمود ده، وراح دايس كوما. يقول لي انت عايز انهي نتيجه؟ اروح بقى معلم له على النتيجه دي كلها الثلاث نتائج دول، روح دايس انتر واسحب المعادله لتحت. سلام عليكم. فاقل من دقيقه كانت الله المعادله كلها طلعت. تمام. هوريكم بقى حاجه تانية. الحاجه بقى التانية اللي هو ايه؟ لو انت مثلا غيرت في اي حاجه بتتغير، يعني بتقعد تتغير. تمام. تمام كده يا شباب. تمام. تمام كويس قوي. ونيجي هنا بقى ونقول الو اللي هو بقى ايه؟ نيجي هنا مين اللي هيساعدني بقى في الفي لوك اب ده؟
عايزين نجيب شويه البرايس. الاسعار دي يا جماعه بالريال، الاسعار دي مش بالمصري، الاسعار دي بالريال. يعني اكيد اكيد مفيش مطهر مثلا او شامبو ب 4 جنيه او او يعني اكيد اكيد مفيش كده يعني. يلا بقى حد يساعدني في الفي لوك اب بقى. اكس لوك اب دي خلاص مش موجوده دلوقتي. الفي لوك اب ها، ونقول الو ولا ايه؟ اتفضل عندك. يلا يلا نقول دوس يساوي. يلا بينا ندوس ايه؟ في لوك اب. في لوك اب. اقري بقى المعادله، اقري احداثيات المعادله. تمام، هنحط اللي هي اللوك اب فاليو. يعني اللوك اب فاليو، اللوك اب فاليو اللي هي اللي هي على الشمال دي، اللي هي ايه اللي انت بتدور بيها؟ لا لا بندور عليه اللي انت بتدور بيها اهو. تمام، وبعد كده ندوس كوما. التيبل اري اللي هو اللي انت بتدور فيه فين؟ التيبل ده اللي هو الجدول، انت بتدور فين؟ الايتم نيم اللي هو المعلمين اهو. ونروح معلمين على يعني نجيب الجدول ده كله. تمام، الجدول ده كله. تمام تمام. وبعد كده نروح دايسين ايه؟ بعد كده كوما 2 ليه بقى؟ لان دي واحد عشان يعني احنا عايزين نتيجه رقم 2. طب اقول لك على حاجه، طب لو قلنا واحد بقى ايه اللي هيحصل؟ هبه ممكن تقولي لي لو احنا قلنا واحد ايه اللي هيحصل؟ هو هيحط الاسم قدام الاسم تقريبا. كويس كويس، ايه رايك يا مروه؟ صح كده؟ صح كده بالظبط، صح كده. يبقى هو ممكن لو عملنا كده ممكن يرتبه. لا يعني هيجيب الاسم فعلا. تعالى نكمل المواد وبعدين كملي. هندوس بعد كده رقم 2 وبعد كده نروح للكومة. بصوا بقى عشان نختصر حتة الترو والفولس، دوس زيرو خلاص، دوس تمام. سلام عليكم، نروح دايسين كده مرتين بس كده. طب لو احنا مثلا دوسنا هنا مثلا وخلينا بدل الاتنين دي واحد اهو، الاسامي هي طلعت تاني، بقت اساميهم قصاد اساميهم. يعني كرتونه صابون المسك 500 مللي قدام كرتونه صابون المسك. تمام كده يا شباب؟ تمام كويس قوي كده. احنا خلصنا منين؟ انت عايز تقول حاجه يا جو؟ هو احنا لو اخترنا بدل ترو اخترنا فولس في الاخر هتطلع ايه؟ اخترنا بدل فولس ترو قصدك؟ بالظبط. لو اخترنا مكان فولس يبقى ترو. تعال نجرب. دي نتيجه بتبقى ابروكسيميت، يعني ابروكسيميت يعني تقريبا. نكتب ترو. ترو دي يعني واحد. بص الارقام اتغيرت. كرتونه صابون المسك دي 43، كانت الاول كانت بكام؟ كانت ب 54. بص هو جاب القريبه منها، يعني ممكن تكون في كرتونه ثانيه ب 43 جابها. يعني لو انا جبت مثلا كرتونه، تعالى كده ندور مثلا على كلمه كرتونه دي. كرتونه دي ب 54 ب 57. طب ايه اللي ب 43؟ 43 اهي، هو كان جايب واحده ب 43 اللي هي ايه؟ صابون. في هنا صابون تاني فيها؟ ممكن تكون جاب كلمه صابون ولا حاجه مش عارف. بس انا مش هكدب عليك يا جو، الترو دي انا ما بستخدمهاش خالص، لان بتجيب لك نتيجه تقريبيه. وانا بصراحه في الاكسل انت لازم تجيب كل حاجه تبقى بالارقام مظبوطه، فاهم قصدي؟ تمام، يعني هي الصح بتاعها نختار فولس. ده لازم، ده لازم فولس. طب معلش احنا بنجيب فولس دي منين؟ ازاي بنجيبها منين؟ يعني بنحطها فين؟ هي المفروض حطينا نمبر 2 اللي هو التيبل التاني، طب بعد كده بنكتب ايه بقى؟ احنا اللي بنكتب بايدينا؟ تعالي نشوف تاني. لا ما انت ما بتكتبيش عشان ما نعرفش. بندوس يساوي. في لوك اب. بندور بدي. فين؟ بندور هنا. تمام. بعد كده ندوس كوما، بعد كده ندوس 2، بعد كده ندوس كوما، هي بتطلع لوحدها. بعد ما بدوس الكوما بتاعت الاثنين. ندوس فولس دي كده ونروح عليها مرة، ندوس عليها مرتين بالماوس، خلاص بقت فولس، ندوس انتر، سلام عليكم. تمام كده يا شباب؟ الو السلام عليكم. تمام. ايوه تمام. تعالوا بقى كده احنا خلصنا الفي لوك اب. تعالوا بقى اشرح لكم حاجه كده في لغه البرمجه، يعني اي واحد بيدرس لغه برمجه. حد هنا درس لغه برمجه قبل كده ولا لا؟ صراحه لا. حصل حد يعرف قاعده اف اللي في الانجليش؟ قاعده اف. ايوه ماذا لو؟
تمام. اف دي بصوا يا شباب، في لغه البرمجه لازم تلاقي كلمه اف دي في كل لغه البرمجه، لان دي بتقوم عليها لغات البرمجه اساسا. يعني مثلا نفترض مثلا بص يا جو، نفترض مثلا انت بتقول ايه، والدتك بتقول لك مثلا ايه، بص يا جو انا عايزك تجيب لي حاجه من تحت، من عند مثلا بقال تحت، لو لقيت عنده لبن هات 2 كيلو لبن، طب لو ما لقيتش هات 2 كيلو جبنه، طب لو ما لقيتش هات 3 كيلو ما اعرفش ايه، طب لو ما لقيتش، ما انت تفضل تقول كده على طول. ليه؟ احتمالات. الاحتمالات دي اللي بعرف منها مثلا متقدرات، لو عندي طلبه اعرف مثلا مين جايب جيد، لو اعلى كده. والله اهو، والله اهو صح. طب حاسس بيك اهو، بصي كده وبصي اهو بيناديك بيديك ايه اهو. بص يا ستي، بص الاكسل في قاعده يا جدعان انا بعشقها حرفيا، بتسهل عليا شغل السنين، والله السنين، اسمها اف. اف دي بقى اختراع الاختراع. بيقول لك ايه، انت بتدي له شرط، تقول له مثلا ايه، لو الشرط ده اتحقق اعمل لي كذا، طب لو الشرط ده ما اتحققش اعمل لي كذا. فاهمين قصدي؟ تمام. تعالوا مثلا نفتح كده واحده تانية كده لوحدها كده خالص، وليكن مثلا مثلا 100 مثلا. تعالوا كده نكبر كده المعادله كده شويه، وليكن دي مثلا 100. اجي مثلا في الخليه دي اقول له مثلا ايه، اقول له يساوي اف، بيقول لي لوجيكال تيست اللي هو الشرط. بقول له هل دي بتساوي 100؟ هل الخليه دي بتساوي 100؟ بصوا كده على المعادله اللي تحت، بصوا على الحته اللي تحت دي، ادوس كوما. قال لي لو الفاليو اف ترو، يعني لو بقت صح، قال لي لو الشرط ده اتحقق، هقول له اكتب لي يس. الكلام يا جماعه بيتكتب ما بين كوتيشن، يعني لازم الاقي شفت اللي هي النقطتين الكوتيشن دي. بيقول لي ايه فاليو اف ترو، يعني لو اتحقق اقول له يس وادوس كوما. طب لو ما اتحققش اقول له نو وروح قافل الكوس ودوس انتر. قال لي فعلا ده يس، صح ولا غلط؟ لان الخليه دي جواها 100، صح ولا ايه؟ السلام عليكم ولا السلام عليكم ولا ايوه. طب لو أيوه. خليتها 200 هتبقى نو. انتوا معايا ولا ايه؟ اه تمام. ايوه تمام يا جماعه، انتوا معايا ولا مع الاسف؟ انا معاكم يعني، انا يعني لو انت ممكن قتلتوا، لو قتلتوا شويه انا معاكم. تهت بصراحه، ممكن تعيدها تاني معلش؟ اه انا تهت. حاضر حاضر، تعالى نقفل كده المساحه دي تاني ونقول يساوي اف. اقروا الاحداثيات بتاعه المعادله. المعادله طالبه منك ايه؟ المعادله بتقول لك حط لي شرط، اللوجيكال تيست دي اللي هو شرط. بقول له الشرط اللي هو ايه، بقول له الخليه دي، بدوس على الخليه عادي وبقول له بتساوي 100، صح؟ على فكره دي سهله جدا، على فكره يعني بقول له الخليه دي بتساوي 100 دايس كوما. بيقول لي لو الشرط فاليو اف ترو، يعني لو الشرط ده بقى صح، لو اتحقق، يعني لو الخليه دي طلعت فيها 100 فعلا، اقول له اكتب لي يس. زي نجح وراسب كده يعني، بالزبط. لو جايب 100 يبقى ناجح، لو اقل مثلا يبقى راسب. بالظبط. هند اطلعي لي كده على المايك لحظه عايزك. ايوه مع حضرتك. اه انت معايا لحد هنا ولا لا لسه؟ انا هنا ماشي تمام. يعني انا قلت له اللي هي الاف دي، يعني لو هي 100 وهو قاريها ان هي 100 هيكتب لي كلمه يس، لكن بالزبط. هي عشان مكتوبه هنا 200 هيكتب نو. هنشوف دلوقتي وندوس كوما. بيقول لي طب لو الفاليو اف فولس، يعني لو الفولس دي يعني اللي هو مزيف او طلعت غلط، اقول له اكتب لي نو وروح دوس انتر. فهو يطلع لي نو. ليه؟ لان دي مش خليه ما فيهاش 100. طب لو دوست 100 هيكتب لي يس. طب لو انا خليت بدل بيساوي 100 اقول له اكبر من 100 هيقول لي نو لان دي مش اكبر من 100. طب لو انا خليتها 101 هيقول لي يس لان الخليه دي طلعت. هقول لك على حاجه صح يا هند بس عشان تبقي انت عارفاها. دي بتساوي مثلا، هقول له دي بتساوي 100
قال لي فولز، يعني حتى طلعت لي فولز. لو انا كتبت هنا 100 هيكتب لي ترو. هفهمك ازاي بقى. هدوس يساوي. انا عارف. هدوس يساوي، هقول له هل الخليه دي بتساوي 100؟ هيقول لي هدوس يساوي، هيقول لي ترو صح، يعني ايوه يعني ترو دي يعني صح. انت معايا؟ تمام. انت عطلتي ولا لسه؟ لا كده فهمت، بس يعني يعني هو كده يا اما انا هخيره يقول لي يس او نو، يا اما يقول لي ترو او فولس. لا في 5000 احتمال يا هند، انا بس بديكي تفاصيل بسيطه. وقف وقف وقف. ونقول الو كده، انتوا معايا كلكم صح كده؟ ايوه مع حضرتك. ايوه موجود. نعمل شير اهو، ونقول شير 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 اهو كده. انتوا معايا اهو، انا كده نمسح. ها اكمل؟ الو يعني اللي انا فيه. ايوه بالظبط. ايوه كمل مع حضرتك. يعني انا ممكن اشكلها زي ما انا عايزه حسب حسب اللي انا عايزاه. بصي يا هند، انا اشكل. بصي هو في الاكسل بيديني ترو فولس بس، يعني بيقول لي دي حقيقه او يعني دي صح او غلط. لكن لو انت عايزه تقولي له مثلا لو دي طلعت 100 قول لي حماده، لو دي طلعت مش 100 قول لي هند. وهقول لك وهوريك دلوقتي. بس هي الطبيعي في الاكسل لو احنا دوسنا يساوي ونقول له هل الخليه دي بتساوي 100 هيقول لي ترو. لو دي غيرناها مثلا كده هيقول لي فولس. في الاكسل اسمها ترو فولس، تمام. في النتائج بتبقى اسمها ناجح وراسب. في الامتحان في الاكزام بتبقى اسمها ايه رايت وايه حاجه تاني كده، بس يعني اللي هو ايه ناجح وراسب حاجه زي كده. في الاكسل بتبقى اسمها ترو فولس، يعني صح وغلط دي اسمها ترو فولس، تمام. يعني مثلا اقول له مثلا ايه اف لو الخليه دي بتساوي 100 خليها لي قول لي هند يا عم. طب لو لا قول لي جوليا اهو. وندوس كده قال لي جوليا، يبقى الرقم ده مش 100. طب لو انا خليته 100 هيقول لي هند. خلاص كده يا ستي، هو كده وصلت. كده وصلت ايه، تمام ماشي. نمسح بقى دي كده ونروح داخلين بقى على الامارات الجمال دولت. بيقول لك ايه بقى بالصلاة على النبي؟ بيقول لك نقلل دي كده بقى. ايه هو انت اللي كنت بتكلميني على ناجح وراسب وكده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. احنا مع حضرتك بس تقريبا ايام مش سمع. هو في ربط ما بين اف وكونديشنال فورماتنج؟ اه احتمال. في 5000 حاجه يعني. بص انا مش عايز اقول لك انا بعمل جوه الكونديشنال فورماتنج افات بالهبل. بس ايه لو انت سامعاني يعني هي جات لك الفرصه يا بنت المحظوظه اهي، اللي هي ناجح وراسب والحاجات كلها اهي. فبيقول لك ايه بقى، نحسب نتيجه كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت درجه اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك، تمام. احنا اول حاجه نجيب المجموعه. هو بيقول لي ايه ناجح اذا كان اكبر من او يساوي 300. حاضر عينيا كوكب. حاضر عينيا. حاضر بص يا جماعه، بيقول ايه احسب نتيجه كل طالب بانه يعني اذا كان ناجح اذا كانت درجه اكبر من او يساوي 300. فاحنا نجيب الاول المجموعه. هنروح جايين كده ونروح قايلين ايه مين هيقول المجموع بتاعهم. مين الشاطر؟ equal sum. بالظبط equal sum. تمام هنحدد من الاول لحد اتش وندوس انتر. جاب كل المجاميع اهي. النتيجه بقى بيقول لي يكون ناجح اذا كان اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك. ها نعمل ايه بقى؟ السلام عليكم. قول equal f. ماشي بسم الله اهو.
يلا وهنحط ال 300 دول لو ناجح. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هنكتب رقم 300؟ لا مش هكتب كده. اه طب هنحدد العمود اللي فيه المجموع. معلش هنحدد الخليه اللي فيها المجموع. انت عندك مشكله في العمود والخليه اهو. اه الخليه تمام. الخليه هنقول له الخليه دي اكبر من او تساوي 300. 300 اكتب لي ناجح فهحطها ما بين المعادله اللي هي ما بين كوتيشن. هندوس كوما. اه تمام. وهندوس كلمه كوتيشن اهو ونكتب ناجح. لو دي اكبر من او يساوي 300 اكتب لي ناجح. طب تمام. لو لا اكتب لي راسب. ونقفل الكوس وندوس انتر كده. ايه ده ما شاء الله الدنيا بقت كويسه اهو. الله ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ 296 اقل من 300 فكده راسب. 293 اقل من 300 فكده راسب. ده كده الدنيا جميله اهي. طب ما هو احنا انتوا كده فاهمين يا جماعه ولا انتوا عطلتوا؟ انا عن نفسي انا عطلت. ايوه تمام. يعني انتوا شغالين معايا الحمد لله. طب اه تمام. لا شغالين كويس. اللي جايه دي بقى هتعطلوا. ماشي بصوا بقى نروح مسح واسعين دي كده شويه. بيقول لك ايه بقى بالصلاه على النبي؟ بيقول لك عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. التقدير يكون امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550 ويكون جيد جدا. لا تعالي نقرا من تحت. ويكون راسب اذا كان اقل من 300 ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350 ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300 واذا كان ويكون جيد جدا اذا كان 450 ويكون امتياز اذا كان 550. انا مش فاهم حاجه. هنعمل كل ده في معادله واحده. شفتي بقى؟ شفتي بقى حظك حظك هيطلع لي كل ده في معادله واحده. بصوا يا جماعه احنا نخلينا بصوا بصراحه مش هكذب عليكم حته اللي انا اكتب عربي وانجليزي في المعادله بتلخبط شويه. فانا ممكن اعمل ايه؟ هقول لك ايه اذا كان اقل من 300 اللي هي يكون راسب دي كده نخليها دي فيل اقل من 300. طب نخليها مثلا بيقول لك بقى ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300. يعني من 300 ل 349 ده اسمه مقبول. يعني اكسبتبل. اكسبتبل هو احنا ممكن نعملها حروف بس ليتر بس يعني فيلد اف كذا. خليها اكسبت وخلاص. خليها مثلا اكسبت اهي. اكسبت كده كده. اكسبت كده كده تمام. بعد كده فالتي حد يقول تي. ايوه انا اكسبت. ماشي نخليها تي في الاخر. ما اكسبت. ماشي بعد كده نخليها دي اكسبت ويكون جيد ما بين 350 ل 450. يبقى من 350 ل 449 ده جود و جيد جدا من 450 ل 550. يبقى من 450 ل 500 و 549 549 ده فيري جود. فيري جود. فيري جود. تمام فيري جود اهي. وبعد كده فوق ال 550 ده اكسلنت. 550 اباف بقى. يبقى اباف 550 يبقى اكسلنت. اكسلنت كده خلاص. كده احنا عرفنا الحاجه الجميله دي كده. احنا بس رتبنا بس الدنيا لكن لسه احنا هنشتغل شغل عالي دلوقتي. صح ولا يا شباب؟ مين الناس متعقبه. انت هتعمل ايه؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يعني قالوا قاعده نفس. لا هي اف بس. لا هي اف بس. افس صح. انت مين اللي قال افس؟ انا احمد. بص يا احمد افس مش هتجيب الافس يا جماعه بالمناسبه هي مش موجوده عندكم برضو. افس دي من اول 2021 وانت طالع. افس دي لو لقيت كذا خد كذا. لو لقيت كذا خد كذا. لو لقيت كذا خد كذا. بس مشكله افس ان احنا دلوقتي ما بين تفاصيل. يعني دلوقتي احنا افس دي مطلوب منها رقم معين. يعني لو لقيت 500 ده كده ممتاز.
لو لقيت 400 قول كده جيد جدا. طب افرض مثلا في 444 مش هيعرف يعدلها، فاهم يا احمد؟ مش هيعرف انهي اف دي، لازم تبقى الارقام مظبوطه، فاهم قصدي؟ لكن الارقام اللي في النص دي مش هيعرف يظبطها لك. تمام. فنيجي بقى ليه، بسم الله الرحمن الرحيم بقى، ونبتدي بقى ونقول الو. بصوا يا جماعه احنا قلنا ايه؟ اف نبتديها من تحت كده، ويكون رازم اذا كان اقل من 300. يبقى اف لو دي، لو المجموع ده اقل من 300 اذا ايه؟ ايه اكسبت؟ لا فيل يعني وقع، يعني كده رازم. انتوا معايا كده ولا يا جماعه؟ لا انتوا كده هتقعدوا، انا حاسس انتوا نمتوا والله. لا لا يا جماعه والله، يعني يعني لو انتوا نمتوا ما عنديش مشكله والله، يعني يعني قولوا لي نمتوا وانا هبقى معاكم يعني. لا 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 فاهمين. بصوا يا جماعه بنقول له ايه؟ بنقول له ايه؟ لوجيكال تيست. بنقول له لو لو دي اقل من 300، لو اقل من 300 قول لي فيل. طب لو لا، هنروح فاتحين قاعده اف ثانيه، اف ثاني. لو 550 دي، ها حد ممكن يساعدني بيها ولا ايه؟ لو اقل من 350 اديله اكسب. انا بعشقك صح. لو اقل من 350، ما هو بصوا يا جماعه ركزوا في اللي انا بقوله ده، هيقول له اكسبت صح. اكسبت. بصوا يا جماعه اللقطه اللي انا بعملها دي، هو اقل من 300 قول لي فيل. تمام. طب لو لا، يبقى كده 300 معانا. لو اقل من 350 يعني كده هيبقى ما بين 300 و 350 اللي هي دي، اللي هي من 300 الى اكتر، يبقى ايه 300. لو اقل من 350 اذا اكسبت. طب لو لا، نفتح اف تاني، قاعده اف جديده جدع، اف ثالثه. طب لو ونقول له لو من 450. الله عليكم يا جماعه، الله عليكم بجد، يعني كده انا عايز زياده كده. لو اقل ادي له جود. اديني جود. جود. طب لو لا، نفتح قاعده جديده. لا اله الا الله. اف ثالثه، اف رابعه. لو دي اقل من كام؟ اقل من 550 جدع، هيبقى في طب لو لا، هنقول له اف، ونقول له بقى لو اكتر من 550 ادي له اكسلنت. لا انا اقول له اكسلنت على طول كده على طول. ما هو لو اقل من 550 فيري جود، طب لو اكتر يبقى خلاص اكسلنت. ما هو بيقول لك اكسلنت، انا مش هقول بقى ان هو اكتر. ما هو بيقول لك من فوق ال 550 ده اكسلنت. طب خلاص مش هحدد له يعني، اكيد يعني مش هحدد له الرقم اللي فوق ال 550. هو نروح بص بقى، ركزوا بقى هو يدي دلوقتي، ركزوا بقى في اللقطه دي. بصوا احنا فتحنا كام واحده، احنا بقى نقعد نلف لحد ما، بصوا لحد ما اللون ده يسود. ركزوا كده في اللون ده. بصوا انا هقعد امسح الاكواس دي. بص اعمل كده 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 لحد ما اللون ده يسود. حد خد باله من اللون ده اسود الحته دي كده؟ انا هرجع تاني همسح دي كده خالص. انت طبعا ما تعرفش انت فتحت كام اف اساسا، هتقعد تقفل كده 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 لحد ما ده ياخد لون اسود كده. دوس انتر. تمام ده اكسلنت. تعالى بقى نسحب بقى كده المعادله ونشوف ايه اللي هيحصل. شوفوا انتوا بقى كده، اولا ده فيل لان ده راسب، ده كده كده وقع. طب جود ده 377. 377 تقع ما بين ايه؟ تقع ما بين 300 ل 350. لا من 350 ل 450 كده ده جود فعلا صح. طب ده اكسبت. اكسبت ده اللي هو ايه؟ 325. من 325 ل 350 كويس. ده 550 ده ايه؟ ده اكسلنت. اكسلنت يعني 550 بالظبط، فاهمين؟ ايوه. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ اكسبت جود. مفيش فيري جود هنا خالص، يا خساره. طب فيري جود هنا نديله ايه؟ 470 مثلا. 470 مثلا اداني فيري جود. بصوا يا جماعه المعادله دي اختراع. المعادله دي لو انتوا عملتوها لوحدكم، انتوا بالنسبه لي او بالنسبه لنفسكم انتوا بشوات. انتوا فاهمين يعني ايه اربع معادلات اكسل تخش جوه اربع معادلات اف جوه معادله واحده؟ وايه بقى بتتعدل مع نفسها؟ يعني انت مثلا دي 470، طب دي مثلا 490 فيري جود لسه. طب دي مثلا 700 ده اكسلنت. طب ده مثلا 200 وكده ايه اكسلنت؟ ما هو كده كده الاكسلنت من فوق ال 400 ال 550 وانت طالع، فاهمين قصدي ايه؟ تمام. الموضوع حلو قوي على فكره، وعلى فكره ده اللي بيحصل في الجامعات والمدارس معايا. تمام يعني
انا مش شايف اي انبهار. مش تمام يعني انتوا كويسين يعني اهم حاجه؟ لا هم مبهرين بس في صمت. اه طب كويس يعني انا اهم حاجه انتوا كويسين يعني بس انا مش شايف اي انبهار يعني واو الحاجات دي و... لا يعني طب كويس اتفكر طب كويس يعني انعدام الرغبه وال... والشغف وكده. انا عارف انا عارف انا الكلام ده انا عارف مرينا بالموضوع ده كتير. تمام هنخش بقى على مثال تاني. على فكره صح يا جماعه بقى انتوا ممكن تدخلوا في قاعده اف 500 معادله تاني 500 انا مش بهزر اكتر من 500 كمان. طب تمام انتوا كويسين يعني اهم حاجه يعني انا نفسي كويس زي الفل والله. طب تمام تعالوا بقى نخش بقى على المعادله اللي قاعده اهي والحمد لله تمام بس هي المعادله بهرتني شويه. اه بص المعادله ده انتوا لسه بقى تشوفوا بقى. بص بقى هو هو نفس البتاع ده هنا اهو اهو بسم الله اهو والله الناس بنت ناس. حد بقى يساعدني بقى كده احنا اهو احنا عملنا لسه المعادله ايه من شويه. حد بقى يمسك يعني انتوا بقى تبنوا المثال ده وانا معاكم. تمام تمام انا معاكم اه خالص. هنقول يساوي ثانيه بيساوي اني يساوي فين يساوي هنا مثلا ولا لا قولوا لي بقى الاماكن ولا لا لا في ال في الكولوم بتاع ناجح او راسب هنحط في اللي هنقف في اول خلايا. ماشي ماشي قولي لي يا ستي اهو تمام هنقول يساوي هو اقل من 60 فهو راسب تمام. هنقول يساوي اف يساوي اف اهي ونحدد المجموع الخليه بتاعه المجموع بالظبط اهي تمام كده ونقول له اقل اصغر من يعني اقل من هي اللي فاتحه بقها ناحيه الرقم اه اقل من 60 بالظبط. دوس كوما هيدينا راسب اللي هو بقى بين خليها فيل فيل اهي اه. طب لو لا فيل لو لا هنفتح قاعده اف جديده. لا لحظه 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 يا انسه. بصي يا ستي احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هو بيقول لي ناجح او راسب فاحنا الاول هنقول التقدير دي حاجه تانية. مش هو بيقول لك اه يعني مش ايوه معلش انا كده دخلت انت نجحت اه. طب التقدير ايه بقى؟ هي دي الفكره. احنا الاول هنبتدي الاول ناجح يساوي اف اهي تمام ونقول له المجموع لو ده اقل من 60 60 اذا يبقى فين. طب لو لا اذا سكسس اه تمام. بصوا يا شباب صح الاسامي بتتكتب ما بين كوتيشن. الاسامي بتتكتب ما بين كوتيشن. طب افرض انا عايز اكتب رقم يعني مثلا بقول له ايه لو ده لو الرقم ده لو ده اقل من 60 حط لي صفر. ركزوا في اللي انا هقوله ده الرقم ده الحركه دي. بصوا يا جماعه صح يعني ركزوا في اللقطه اللي انا هعملها. احنا كل حركاتنا في الاكسل في قاعده اف دي كلها كان كتابه. طب انا عايز اكتب ارقام هنقول له يساوي اف لو دي اقل من 60 اذا زيرو. ما هو ما هو ما هو الراجل زيرو يعني الراجل كده كده فوقع فاهمين. طب لو لا يبقى حط لي الخليه دي يبقى حط لي رقمه فاهمين ولا لا؟ لا مش فاهمين في بدام ام واه انا كدا. مش فاهم. طب تعالى بص يا جماعه ايه ده بص يا جماعه يساوي اف اهي لو دي اصغر من 60 اذا 60 صفر. ما هو ده اقل من 60 يبقى زيرو صح ولا ايه؟ لا انا دوست تمام أنا تمام تمام زيرو. طب لو لا هات لي الخليه بتاعته قول لي رقمه كام. اه تمام كده اهو قال لي ده زيرو وروح داس كده بالظبط حطيت الرقم بتاعه هنا 71 77. عارفين يا جماعه دي بتتعمل في ايه الحركه اللي انا عملتها دي؟ عارفين لما في ليميت مثلا معين وليكن مثلا وليكن يقول لك مثلا ايه حد هنا شغال سيلز حد شغال في بيع يعني شغال مندوب شغال في شركه ريتيل او اي حاجه في شركه يعني ايه مثلا اي شركه اي شركه يعني بيع مثلا اي حاجه فيها بيع او شغاله في جرنش بالظبط. بص يا ستي الناس اللي هي شغاله بكوميشن وكده يجي مثلا مديرهم يقول لهم ايه بص يا معلم اللي قصدي كوبونات الخصم مثلا شفتوا انتوا كوبونات الخصم بتاعت نون بتاعت بيتك بتاعت اي حاجه يقول لك بص الخصم ده
بحد اقصى، ركزوا في الرقم ده، بحد اقصى 1000 جنيه. يعني عد مش هيعدي ال 1000 جنيه. فانت عايز تعملها، تعملها ازاي؟ بص يا معلم، هتروح عامل هنا دي. وليكن مثلا دي 500، هنا 700، هنا 900، وهنا مثلا 1200، وهنا 2000 جنيه، وهنا 5000 جنيه، وهنا 400 جنيه. ركز بقى في اللي انا هعمله ده، سامعيني كده ولا ايه؟ بنقول له ايه؟ بيقول لي لو الخصم طالع له اكتر من 1000 جنيه خليها 1000 جنيه. هنعملها ازاي؟ هنقول له بيساوي اف يعني لسه عاملين الكلام مش فاهم معايا ولا ايه؟ حاسس ان انا مع حد تمام. لا ايوه انا حاسس مع حد. ايوه تمام. بصوا يا جماعه، لو الخصم اكتر من 1000 من 1000 جنيه خليها 1000 جنيه. يبقى هنعمل ايه؟ دوس يساوي اف، لو ده اكبر من 1000 جنيه اذا خليها 1000 جنيه. طب لو لا، هات لي الخصم ده. حد فاهم اللي انا بكتبه ولا لا؟ تمام صح كده. ندوس انتر كده، ندوس انتر. قال لي ده 1200، لا خليها 1000 ونسحب تحت كده. طب لو اقل من 1000 هيفضل الرقم هو هو. ايوه 700، ادي 700 بقت نزلت 700، 500 نزلت 500. طب دي 2000 خليها 1000. طب دي 5000 خليها 1000 برضه. تمام، عشان انا مش هخصم اكتر من الالف جنيه. بالظبط هي دي الفكره. ايه رايكم؟ حلو. هي دي برضو تنفع يا جماعه لو انا هعمل متوسط لمندوبين مثلا. يعني انا هقول له المندوب اللي هيحقق التارجت ده هتدي له كوميشن، لو ما حققوش ما تدلوش. ايوه طبعا بالظبط كده صح. انت عارفه 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 هبه، انا شغال في الكوميشن، انا شغال بايرول وداتا اناليست، انا بحلل داتا وكده. انا شغال على بياعين وشغال على ناس في ريتيلر، انا ده شغلي حقيقي يعني، ده حاليا حاليا ده شغلي. صدقيني انا فعلا فعلا بعمل معادلات اكسل فيها كميه معادلات فيها اف دي مش هتستغربيها، عشان في الاخر الراجل ياخد حقه بالظبط. يعني اقول لو خد مثلا 70%، لو عمل حقق 70% اضرب له 70% في الكوميشن بتاعته اللي هي كذا. طب لو عمل 90 اعملها له كذا. طب لو عمل فوق ال 100% زود له ال 100% دي خليها له كذا. تمام. قبل في الاف دي بالذات، اف يا جماعه دي معادله اف دي صدقوني اللي بيخش في الاكسل ويتعمق فيها لازم يبقى فاهم معادله اف دي زي عينيه. تمام. تعالوا بقى نرجع بقى للتقدير ونمسح دي كده تاني ونرجع بقى من الاول تاني. احنا قلنا عشان نعرف ناجح وراسب بس هنعملها ازاي؟ قال لك ان اللي اقل من 60 يبقى راسب، يبقى اف لو ده اقل من 60 اذا فيل. هما زيرو فيل. طب لو لا يبقى سكسس. يبقى ده كده فيل وده سكسس. ده كده فيل وسكسس. طب التقدير بقى، بص بقى يا معلم، قال لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك ان الاكبر من ان من 60 فيما فوق يبقى مقبول، والمن 60 ل 70 ده من 60 ل 70 مقبول، ومن 70 ل 80 ده كده جيد، ومن 80 ل 90 ده ممتاز. حد هيساعد ولا ايه؟ تمام مع حضرتك. يلا بينا بسم الله. اف ايكوال اف هنختار الخليه اللي هي بتاعه المجموع او كويس قوي كويس قوي. اولا بيقول لي اول حاجه خالص اقل من 60% فهو راسب، يبقى هنعمل ايه؟ يعني هقول لو اقل من 60 فهو من 60 يبقى هو فيل. تمام تمام. طب لو لا هنفتح بقى قاعده اف جديده. ماشي اف تانية. تمام. ونقول له لو 59 يبقى مقبول. لا يبقى لو اقل من 70. لو اقل من 70 من 70 تمام. يبقى لو اقل من 70 يبقى كوما يبقى اكسبت. طب لو لا يفتح قاعده ثالثه مجموع ونقول له لو اقل من 80. لو اقل من 80 80 يبقى جود. يبقى جود كده
يبقى جود. طب ونفتح قاعدة خمسة رابعة. احنا نقعد نفتح لحد ما نخلص. ندوس كده اقل من لو اقل من 90 90 يبقى فيري جود. يبقى فيري. وبعدين بعد كده نفتح بقى قاعدة اف ونقول له ممتاز صح؟ لا نكتب ممتاز على طول. نقول له اكسلنت. ممكن نقول له الاكبر من او يساوي ال 90 ده ممتاز. لا 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 بص يا ستي. لا بنكمل بقى نقول ان هو لو مش كده يبقى اكسلنت. ايوه ما هو لو اقل من 90 فهو فيري جود. طب لو لا يبقى فوق ال 90 يبقى اكسلنت على طول. تمام اهو. بعد كده نقعد بقى نقفل في المعادلات صح؟ بس كده ندوس انتر. بس كده نروح ساحبين دي كده. تعالوا بقى نشوف بقى احنا اللي احنا عملناه ده حقيقي ولا خيال. جود 71 وشويه 71 وشويه ده جود فعلا. اكسبت 60 ونص 60 ونص سبحان الله. بص يعني فوق الدرجه بنص. فيري جود ده 85 85 صح كده. في اكسلنت هنا مفيش اكسلنت. طب احنا عملنا دي مثلا 200 يبقى اكسلنت كده. المعادله ماشيه زي الفل. تمام. انتوا معايا كلكم؟ تمام. انا خلصت. تمام انا خلصت. في حد مش فاهم حاجه؟ طب في حد فين؟ لا الحمد لله فهمنا. ايوه الحمد لله. شو انت تمام؟ مكتب احمد انتوا كده تمام يا شباب؟ الحمد لله. يعني الدنيا دلوقتي كده اتحسنت شويه؟ لا اتحسنت كتير الحمد لله. كويس قوي كويس قوي يا جماعه. انا ان شاء الله ان شاء الله يعني انا كنت النهارده كده يعني الحمد لله كنت محضر الحاجات دي عشان ايه بقى يعني كنت بقى ايه واخد نفسي بقى كده عشان انا عارف ان معادله اف وفي لوك اب بتاخد وقت شويه. بس انا والله حبيت ان انا اشرحها لكم بابسط حاجه. صدقوني يا جماعه صدقوني المعادلتين دولت ما بيخلوش من اي شغل في الاكسل من اي شغل عموما. لازم المعادلات دي تكون موجوده. اي حد شغال في مجال شحن في مجال بيع في مجال محاسبه في مجال اي حاجه لازم يكون عنده درايه باف وفي لوك اب. لان الموضوع يعني ما ينفعش ان هم ما يكونوش عارفينه. تمام يا شباب؟ تمام. هي شكلها مهمه فعلا. خليها مثلا تلون لون لوحدها مختلف. انت بتتعبني يا احمد. اطلع لي فوق بقى انت كده يا احمد. معلش انا معاك. اطلع لي فوق. انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تقول لي ان لما تطلع اكسلنت عندي تبقى التيبلز بتاعت تحدد الطلب بتاعت المخزون لو هي قلت عن رقم معين خلاص عاوز ان هو يديني لون مختلف عشان تبقى واضحه وسط الجدول. يلا بينا. يلا بينا. بصوا يا شباب معاك. بصوا يا شباب استاذ احمد طالب حاجه معقده شويه. هي ايه بقى؟ هقول لكم هي ايه. هو بس دي برضه بيشتغلوا بيها اوقات في المدارس اللي هو الناجح يبقى اخضر وراسب يبقى احمر صح؟ يلا بينا نعملها. يلا انا معاك نعملها سوا. ماشي استنوا كده خليكم معايا لحظه معلش كده معلش لحظه. بصوا يا شباب هو دلوقتي استاذ احمد عايز دلوقتي يعمل حاجه كده مختلفه شويه ان هو لما صح مين اللي كانت بتقول اخضر واحمر؟ انا ايه. بصي يا ايه احنا ممكن بقى نعمل حاجه كده جميله جدا 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 الموضوع هيفرق معاهم جامد قوي يا رب تتعمل. بصوا في معادله هنا في الكونديشنال فورماتنج اسمها نو رول. احنا قعدنا نعمل على الهايلايت دي تمام. الهايلايت دي ان احنا قلنا ايه لو دي لقيت فيها كلمه فيل هايلايت على تكست ذات كونتينز. تكست ذات كونتينز دي مش انا قلت لكم على الكونديشنال فورماتنج دي ولا لا يا جماعه؟ تمام خدناها. دي بقى حاجه اسمها تكست ذات كونتين. تكست ذات كونتين دي اللي هي ايه يحتوي على او الكلام يحتوي على. واقول له مثلا تمام خليها لي مثلا فيل دي تبقى لونها احمر. فبقى طب معلش نسيت جبتها منين؟ اهي تعلمي الاول على العمود اهو تروح ليس على الكونديشنال فورماتنج هايلايت وتكست ذات كونتين اهي. لقيتيها عندك ولا ايه؟ بدور عليها. طب خلينا معايا يا جماعه لحد ما تدور ان شاء الله و... تمام. لا معاك والله. تمام يعني تمام. تكتب كونتين اهي ونكتب خلاص لقيتها فيل اهي. بس هنا مثلا مش عايز اللون ده انا عايز مثلا ذات كونتين. بص لون مثلا لون مختلف. نيجي عند كاستم فورمات اهو ونيجي عند فيل نخليها باللون الاحمر ونيجي عند الفونت نخليها باللون الابيض ونيجي عند بولد. طب معلش حضرتك جبت الجدول ده منين بقى؟ نعم كونديشنال فورماتنج
اسمها conditional formatting اهي. تمام خلاص جبتها ماشي. هايلايت وعلمت عليها وطلع لي التيبل بقى اللي هو الصغير ده بالظبط هايلايت. بص يا جماعه بص بقى يا احمد بقى دي انت عايزها كده يا احمد صح كده ولا حاجه تانية مختلفه؟ انا عندي بتوع ارقام عايزه مثلا لما ارقام اهي يا احمد. ما هي بص اهي ممكن نقف هنا كده ونيجي نقف هنا كده ونقول له ايه نقول له ازاي اقل من 60 هيلا اعمل لي هايلايت اهي. بس انا اقول لك على حاجه يا احمد بقى فكره بقى كنت انا بقى بعملها بقى دلوقتي بعلم. بس انا عندي ما بتبقاش مثلا عندي لازم لما يبقى كله 60 يعني في منتج انا عايز مثلا منه 30 وده عايز منه 20 على حسب الاستهلاك بتاعي. لا مش فاهم يعني قول لي كده يعني اكتب رقم يعني هنا 30 مثلا وهنا ايه تاني؟ ده اول ايتم عايزه يطلب مثلا لما يوصل الرقم الخانه دي توصل ل 20 والخانه اللي بعدها عايزه يعمل الالارم بتاعه لما يوصل ل مثلا 35 في حاجات مثلا لما يوصل ل 100 يبقى يبدا يديني الالارم مش رقم معين في كل خانيه. لا لحظه بالراحه كده يا احمد معلش انا 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 تهت منك معلش. طيب فرضا انا عندي 10 منتجات ماشي تمام 10 منتجات دول هم خامات ماشي نفترض ان 10 من المنتجات دولت اللي هم دولت مثلا تعال ناخدهم كده نحطهم في جدول كده لوحده كده اهو اهو نفترض ان هم دولت هنا كده اهو ونكبر كده الكتابه كده شويه ماشي قول لي يا معلم انا معاك اهو دلوقتي تمام ماشي انا كده معاك اهو عايز مثلا لما العربي مثلا يوصل ل 30 يديني الارم خلاص والرياضه لما يوصل مثلا ل 35 يديني الارم ماشي نفس اللون اللي هو القديم اللي احنا اخترناه اللي هو كده اقل عن الحد المسموح به. استنى لحظه يعني نقول له مثلا لما ده يقل عن للزين 30 يديني الارم صح؟ اه وفي الرياضيات كده نفس النظام صح؟ اه وفي كله هنا صح كده؟ لما يقل عن 30 بس الرقم اللي هيقل عنه ده مش ثابت للاسف يعني في كل جدول بيبقى رقم معين صح؟ اه بص انا بيبقى عندي منتجات مترصصه جنب بعضها تمام تحت ماشي. بعض ماشي مثلا عندي فحم وعندي كرتون وعندي علب وعندي كذا تمام عايز اقول ان رصيد الفحم ده لما يقل مثلا عن 300 كيلو يديني الارم بعكس العلب مثلا لو قلت على 30 علبه يديني الارم فاهم وهكذا كل سطر منهم ليه عايزه يديني علامه لما يوصل عند الحد اللي انا اصلا محدده له. لحظه انت قصدك ان انت مش مترصصين كده مترصصين تحت بعض صح؟ يعني قصدك ان هم مترصصين كده كلهم روز لا لحظه مترصصين كده صح عربي رياضيات انجليزي دراسات كده صح مش انت قصدك كده يعني فحم كرتون كده مش هما كده لا واخدين الارقام مش واخدين الحروف يعني 1 2 3 واخدين الاسطر تحت بعض ايوه يعني قصدك بالمنظر ده معايا ولا ايه ما عنديش شاشه فما اعرفش الشيء اهو قصدك كده شايفهم كده يعني مثلا ايه دي مثلا 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 5 دي 6 صح كده بقول لك انا عندي الشاشه واقفه على الجدول بتاع ال ايوه معلش انا اسف انا عامل ستوب شير انا اسف انا فعلا متاسف استنى نعمل شير كده ايوه صح معلش انت جدع يا احمد جدع انت قلت لي معلش اهو كده قصدك كده صح ايوه بالمنظر ده صح كده انا بيبقى عندي بقى رصيد مخزون اول المده والحركات السحب وبتاع كذا سطر المهم في الاخر انا يهمني الناتج اللي انا الرصيد الموجود الفعلي عندي نفترض ان هم دول ماشي. خلاص طيب انا عايز مثلا خلينا في العربي مثلا سي لو هو اقل من 10 يديني الارم يعني يغير لونه بدل ما هو لونه ابيض كده يديني لون احمر فانا ابدا اكلم المورد لا ورد لي من الصنف ده وهكذا بقى فانت عايز بس انت عندك الاسامي بتبقى هنا يعني انت عندك بيبقى الاسامي دولت كده مثلا هنا هنا كده تمام وتقول تمام وتقول له ان لو العربي ده قل عن 30 وهنا قل عن 40 وهنا قل عن 20 وهنا قل عن 15 ايوه بالظبط كده هنا الحاسب الالي لو 49 وهنا لو 28 مثلا
تمام صح كده. هو كده كده الرقم بيسمع لوحده اوتوماتيك بس ماشي. بس هي القصه كلها بقى حد انت الطلب بتبقى انت لا لحظه لحظه انت بتبقى عندك لو قل عن كذا انت بتحط له الحاجه بره صح يا احمد يعني انت بيبقى عندك كده جدول لوحده هو عامل له خانه بتاعت حد الطلب لوحدها بس كده صح كده صح كده فانت المفروض ان لما الحاجه دي لما الارقام اللي هنا دولت يقلوا في عن الرقم ده يقلوا عند الرقم ده تغير لونه ايوه بالظبط طب بص يا عم احنا هنعمل حاجه حلوه قوي بص احنا نيجي نعمل هنا كده وليكن دي مثلا 100 وليكن هنا دي 29 وليكن دي 400 وليكن دي 9 وليكن دي ودي كده فطبعا دي بنسحب بتسحب 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 لحد ما تقل عن 30 هوب بتروح ضربه لون هنا تقول لك هوب يا عم احمد وقف روح اشتري صح كده ايوه بالظبط كده ماشي بص يا هنيك بسم الله بقى مش عارف بقى الموضوع ده هيكمل ولا لا احنا هنحل مع العمود ده كده ونيجي هنا عند كونديشنال فورماتنج ونيجي هنا في حاجه اسمها نيو رول تمام نيجي هنا تحت خالص نقول له اعمل لي كونديشن نقول له ايه بقى بنقول له لو بيساوي لو إف. ام لو ام صح صح اف صح ونفتح قوس بنقول له لو ام 2 دي ام 2 صح ام 2 تمام لو ام 2 لا مش ام 2 لو ال 2 ال 2 اصغر من يا نهار اسود في لوك اب في لوك اب ونفتح قوس انا مش عارف دي هتكمل ولا لا يا احمد بس هنجرب ال 2 في الكومة في الجدول ده بعد كده هنا نجيب رقم 2 وبعد كده ندوس 0 وندوس اقفل لو ده اقل من الفي لوك اب ده اذا بس كده ما تعمليش حاجه ايوه بس كده لما ده يقل عن ده انا عايز دي كده نعمل كده كنسل معلش عشان علقت اهي لحظه اهي بيساوي كده انا فهمت كده يا جماعه لما ال2 لما ال ال2 تبقى اصغر من في لوك اب انتوا شايفين يا جماعه اللي انا بعمله ده ولا سلام عليكم هو كده كله ده الشرط بتاعها يعني انا حطيت ده اللي في لوك اب كان هو ده الشرط بتاعها دي اقل من دي في لوك اب دي في تمام دولت ونختار رقم 2 ونختار 0 وكان نقفل القوس بس كده نقول له بقى ايه اعمل لي علامه احمر والفونت يبقى ابيض وبولد تعالى كده ونقول الو كده مش هيبان اي حاجه طبعا لان الارقام لسه دي 30 طب لما نيجي نخلي عند العربي دي مثلا 29 لا ما عملتش حاجه احنا قلنا ال2 ليه احنا عايزين مش ال2 بقى احنا عايزين مانج رولز احنا مش عايزين ال2 احنا عايزين ام2 دي ام2 لحظه يا احمد عشان كده خلاص انا قربت اعمل لحظه يا شباب انا تمام معاك معلش انا ايه انا خلاص اهي انا قربت اهي اعملها لاحمد اهي بص يا شباب هنمسحها دي كده وندوس اوكي بص يا شباب بقى احمد بيقول ايه ركزوا كده معايا انتوا معايا انتوا كلكم معايا بصوا الو بصوا يا جماعه بنقول له ايه احمد بيقول لي ان هو عايز دي كده المبيعات خلي الرضا دي كده 500 ولا حاجه تمام بيقول لي انا عايز لما الرقم ده يقل عن الرقم ده يديني هنا الارم تمام لما الرقم ال100 دي يعني العربي هنا بيقول لك 100 لو قل عن ال30 اديني هنا لون فهنعمل ايه هنقول يساوي هنقول له ان هل دي دي لما تقل عن
في لوك اب دي في دولت ونجيب اتنين وتبقى هنا فولز ونروح قافلين القوس وندوس انتر. قال لي فولز، لا دي مش قليله عنه. طب لو انا خليتها دي 20 قال لي ترو. خدت بالك يا عم احمد؟ تمام. تعالى بقى نقلبها كونديشنال فورماتنج. انت عايز تعملها ان هي تتقلب كونديشنال فورماتنج اهي. انا عايز تقلب الوان. حاضر، انا هي هعملها لك الوان. هندوس كونديشنال فورماتنج، تدوس في حاجه اسمها نيو رول، دي اللي انت عايز تعدل فيها معادله اهي. ونقول له يا جماعه اهي، تعالى نقلل دي كده شويه، دي اقل حاجه. ونقول له ايه؟ نقول له يساوي لما تكون الام 2، الام 2 دي كده اهي، اقل من في لوك اب، ونفتح القوس ال 2 وندور عليها في دولت في رقم 2 وهنا 0 ونقفل القوس ونعمل هنا الفورمات كده. خلاص يا احمد حلت اهي الفورمات اهو، والفونت اهو بولد ايتاليك، ونخليها ابيض باللون ده. دوس انتر وندوس اوكي. كده احنا لسه زي ما احنا، مفيش اي حاجه. طب نغير ونخليها 20، ايه رايك؟ بس كده تمام حبيبي يا عم. نخليها 20 تاني كده لونت اهي. طب لو احنا خلينا، بصوا يا جماعه ليه الدراسات دي 38، لكن لما دي تقل عن 15، يعني لو انا خليت دي 15 هتبقى عاديه. طب لو خليتها 14 احمر اصفر، ايه رايك يا عم؟ تمام. أنا شكرا. انا كده تحت امركم يا جماعه، انا كده خلاص وسجلت كمان المحاضره اهي. فانا بس يعني المحاضره هنزلها يوم الاحد ان شاء الله. هل حد عنده اي حاجه عايز يسال فيها؟ لا تمام، شكرا لحضرتك. بس يعني انا تحت امركم، فاللي عايز يسال اي حاجه في الاكسل، عايز يسالني في اي حاجه في الاكسل في شغله، انا تحت امركم وان شاء الله اقدر اساعد فيه. انا بعشق الاكسل واقدر اساعد فيه الناس. ماشي يا شباب؟ تمام تمام. المره الجايه بقى نحضر حبه اسئله كده ونستفاد بيهم ان شاء الله. حضروا اللي عايزين تحضروه، انا تحت امركم. انا بحب قوي إن شاء الله. الاسئله دي. ماشي ماشي يا شباب. هو حضرتك كده فتحت لنا شويه حاجات احنا نقدر نشتغل عليها ونشوف ايه اللي هيقع مننا ونسال حضرتك في المره الجايه. المحاضره اللي جايه اختراع، المحاضره اللي جايه نتكلم فيها عن حاجه اسمها داتا فاليديشن. دي اللي يعرفها او اللي ما يعرفهاش هشرحها بقى بالكامل. داتا فاليديشن دي حلوه جدا، والبيفوت تيبل ده يعتبر من اساسيات الاكسل، لان ده بيلخص داتا بطريقه كبيره جدا وبيسهل داتا بطريقه حلوه قوي. ماشي يا شباب؟ تمام. شكرا جدا لكم. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام.